هذا فقدون جلال. الساحة الإعلامية اليوم في حداد وأسرته الصحفية افتقدت قامة شامخة ورجلا كان من مؤسسي الإعلام الوطني الحديث. بدأ صحفيا لامعا، كان ناشرا ورئيسا للفيدرالية المغربية لناشري الصحف لولايتين، ومديرا لوكالة المغرب العربي للأنباء التي كانت وكالة إخبارية فأصبحت مؤسسة متكاملة سمعية بصرية وكالة مكتوبة. كان له قوة على إنتاج المبادرات والأفكار الخارقة، كانت له شخصية قوية، وإضافة لهذا كانت له بعد إنساني عميق، كان السي خليل متفردا في كل شيء، إضافة إلى أنه كان ينقش كتابة بتحليل عميق، كان رجلا شاعرا وأديبا وكاتبا وموسوعيا. إضافة إلى هذا على المستوى السياسي كان رجلا شرسا منذ نعومة أظافره في الدفاع عن القضايا الوطنية وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية. عاش حياته من أجل هذه القضايا إلى آخر لحظة في حياته، كان يحدثني عن قضايا الوطن، وكان يوصي بأن يعود هذا الإعلام الوطني إلى عصره الذهبي الذي كان من صناعه. وكنا نحلم بأن يكون للمغرب الصحافة التي يستحق، وأن يحسم المغرب وأن يربح المغرب كل قضاياه من أجل عزته ورفعته. خليل هاشمي ترك فراغا كبيرا يصعب تعويضه، ولكن عزاؤنا في ذكراه العطرة التي ستظل بيننا وسيظل قدوتنا، وندعو الله أن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان، وأن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جنانه، وإنا لله وإنا إليه راجع. نعتقد اليوم رجل من دينة خاصة للعب واحد دور مهم في تاريخ الصحافة على الصعيد الوطني، طبعا منذ تعيينه على الوكالة المغرب العربي إلا وكان دور آخر، دور مؤسساتي لخلال الوكالة تعرف تلعب واحد دور مهم على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي. وحقيقة اليوم جينا فقط باش ترحموا عليه مع عائلته الصغيرة والعائلة الكبيرة كيف ما كتشوفوا اليوم حاضر اليوم ديال الصحفيات والصحفيين، وانتم واحدين منهم بالطبع. فشنو نقول لكم، إن لله وإنا إليه راجعون. فقدت الساحة الإعلامية اليوم رجلاً اشتغل طويلا في مجال الإعلام وبصم على مسار مهني غني بمجموعة من المساهمات الإعلامية الكبيرة جدا. سي خليل الهاشمي الإدريسي رجل بالرغم من الصعوبات الصحية كان دائما يؤدي مهمته على أكمل وجه، فبهذا الفقد وبهذا الرزق الكبير والفادح تفقد الساحة الإعلامية اليوم هذا المناضل الإعلامي الكبير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق أهله وذويه الصبر وأن يغفر له ويرحمه، وإنا لله وإنا راجعون. تتوالى الفجائع بهذا الشهر المبارك، واليوم نودع أخ عزيز علينا وصديق كبير وإعلامي من الطراز الممتاز سي خليل هاشمي إدريسي، يودعنا ونحن في أمس الحاجة إليه وإلى كتاباته وإلى رزانته وإلى عمق تحاليله وإلى قدراته الهائلة في استشراف المستقبل وفي فتح الآفاق. هكذا كان سي خليل هاشمي إدريسي، رجل طيلة مساره منذ السنوات الأولى من شبابه وهو يشتغل في حقل الإعلام خارج الأرض الوطن ثم داخل أرض الوطن، ووصل ذلك إلى أن تحمل هذه المسؤولية الهامة كمدير عام لوكالة المغرب العربي للأنباء. اليوم يودعنا تاركا فراغا كبيرا في وسط الحقل الإعلامي، وتاركا لدى أصدقائه وإخوته
كذلك نفس الشعور بأنه إنسان لن يعوض، لأنه كان إضافة إلى ميزاته المهنية كان رجل يمتاز بطيبوبة كبيرة وبتواضع كبير وبأخلاق رافعة رحمة الله عليه. خسارتنا اليوم بفقدان السي خليل الهاشمي رحمة الله عليه خسارة كبيرة، شخصية استثنائية. أنا عاشرته طيلة حوالي 20 سنة عن قرب، وكان شخصية لا تتردد في الترافع عن قضايا الوطن ولا تتهاون في خدمة قضايا البلد، ولهذا الخسارة كبيرة ليس فقط على المستوى الإعلامي بل أيضا على المستوى السياسي وعلى المستوى الثقافي. ولهذا نسأل الله عز وجل أن يعوضنا عنه وأن يرزق أهله الصبر والسلوان ويرزقه الجنة. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.